السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. أنهى المقاتل المحترف بفريق سمو الشيخ خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة حمزة الكوهجي استعدادته، وذلك قبل المشاركة في النزال الرئيسي لبطولة ديزرت فورس والذي سيقام في العاصمة الأردنية عمان. وأنهى حمزة الكوهجي كافة الاستعدادات قبل خوض النزال المرتقب بإجراء الفحص الرسمي للوزن والذي يسبق إقامة نزالات البطولة. وللحديث أكثر حول مشاركة حمزة الكوهجي ببطولة ديزرت فورس ينضم معنا عبر الهاتف مفاد مركز الأخبار الزميل حازم الشيخ. حازم، بداية مساء الخير. في البداية يعلم الجميع بانسحاب المقاتل السعودي عبد العزيز جليدان الذي كان من المفترض أن يقابل حمزة. من هو المقاتل الذي حدده اتحاد ديزرت فورس من أجل المنافسة على درع البطولة؟ نعم، اولا في البدايه مساء النور توفيق ونمسي على الساده المشاهدين. بالفعل اعلن طبعا المقاتل السعودي عزيز الميدان انسحابه من البطوله، وذلك بداعي الاصابه بعد ان اصابه كسر في اليد. ورات منظمه ديزرت فورس ان لا يلغي طبعا المنافسه والمواجهه على الدرع، درع بطوله ديزرت فورس. لذلك رأت المنظمة أن يقل تبديل طبعا المقاتل، فحسمت المنظمة أن يواجه المقاتل حمزة الكوهجي في النزال المقاتل الأردني عز الدين، وذلك على وزن 70، الدرع على وزن 66 ولكن المنافسة ستكون على وزن 70. لذلك كان حمزة الكوهجي يستعد ولرفع وزنه لمواجهة المقاتل عز الدين الاردني على منافسه طبعا الدرع ديزرت فورس. المقاتل انهى جميع استعداداته، وذلك اليوم انهى ايضا الوزن الرسمي، انهى الفحص الطبي الرسمي استعدادا للمواجهه. ايضا ذلك الحضور وبقياده المدربين الفنيين والاداريين والمدرب المحترفان الدروف وريناس احمد اللي اشرف على استعدادات المقاتل حمزه الكوهجي. حمزه الكوهجي خاض نحو 3 أشهر برنامج تدريبي لخوض هذه المنافسه لخطف اللقب، خطف لقب ديزرت فورس على مواجهته للدرع. حمزه الكوهجي سبق ان فاز قبل عام في طبعا العاصمه الاردنيه في بطوله ديزرت فورس، وهذا اليوم ممكن أن يعود ويفوز ويكرر السيناريو مرة أخرى بحصوله على اللقب. نعم أخ حازم الزميل موفد مركز الأخبار من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك، مع تمنياتنا بالتأكيد للمقاتل البحريني حمزة الكوهجي إن شاء الله بالفوز في هذا النزال الرئيسي.